فاحنا هنتكلم عن بعض الادوات لعرض البيانات والنتائج الاثنين. بعد ما عملت رن بتلاقي نفسك محتاج انك تعرف ايه هي نتائج الاناليسز اللي انت عملته. طبعا احنا لسه ما اتكلمناش عن الديزاين، فاحنا هنتكلم عن نتائج الاناليسز، ولما نتكلم عن الديزاين هنتكلم عن نتائج. نتائج الاناليسز هي عباره عن ايه؟ عباره عن فورسز وديفليكشنز فقط. فانت لما نتكلم نقول عايزين نظهر النتائج، فاحنا عايزين نظهر الفورسز والديفليكشنز، لان الديفليكشن بيحكم بعض الحاجات، ولان الفورسز بيتصمم عليها. لو انت هتاخد النتائج الاناليسز وتصمم بره، وعليكم السلام ورحمه الله، فانت محتاج فورسز. إذن يبقى احنا بنبقى محتاجين ان احنا نعرف الحاجات دي. الحاجات دي بعضها يمكن اظهاره مباشره على الشاشه وان احنا نطلعه، ويمكن انك تطلعه مطبوعا، ممكن تطلعه في جدول قدامك، ممكن يحوله لك لاكسل شيت، وممكن يطلع لك النتائج كلها في اكسس داتابيز. دي كلها حاجات ممكنه. وعليكم السلام. طبعا مساله انه تعرض الحاجات على الشاشه ما بتبقاش هي الحل الامثل في كثير من الاحوال، نظرا لايه؟ لضخامه كم الاوتبوت. طب فانت بتقدر هذه المساله. الحكايه دي هتخلينا ندخل في عده حاجات خاصه بالفيو كلها تقريبا. احنا قلنا على ال 3 دي والبلان والاليفيجن، ده بيوريني الشكل اللي قدامي ده، والبلان بيوريني اي بلان انا عايزه، والاليفيجن بيوريني اي اليفيجن انا عايزه. طيب في ال display option او الفيو اوبشنز ديت برضه بتنفعني في بعض الاشياء، يمكن احنا اتكلمنا عن بعض حاجات فيها، نتكلم عن البعض الاخر. لما بتخش في الفيو اوبشنز بتلاقي الشاشه اللي قدامك. اول حاجه الصف ده هو اللي بيحدد الالوان اللي هتبان على الشاشه بناء على ايه. احنا دايما بنخليها سيكشنز. ليه؟ عشان تبين لي البلاطات بتخانات مختلفه بالوان مختلفه، ابقى عارف لو شفت بلان اعرف ان البلاطات دي مختلفه عن بعضها، والاعمده اللي بقطاعات مختلفه بالوان مختلفه، والحوائط اللي بتخانات مختلفه برضو بالوان مختلفه، زي ما هو باين عندي هنا في الفيو ده. ان انت عندك طبعا هنا البلاطات كلها واحد، والبيمز واحد برضو فيها صفر، لكن الحوائط مثلا هتلاقي في الحوائط ال 30 ظاهره خضراء، والحوائط الايه؟ ال 25 ظاهره زرقاء. واللون ده انت بتعرفه وانت بتعمل ديفاين للسكشن، بتقول له عايز اظهره بانهي لون. دي برضو بتساعدني شويه في معرفه الانبوت حتى مش الاوت. ده اللي هو الصف دوت. تمام؟ عفوا. السبيشال افكتس اللي تحت دي بتبين شويه حاجات. فاوبجكت شرينك دي بتعمل شرينكج للاليمنتس، فبتبين لك الاليمنت اصغر شويه وبينهم بعض مسافات. معرفش الحقيقه ما بستخدمهاش، معرفش هي بتستخدم في ايه يعني مينلي. اوبجكت فيل دي بيحدد لك ما اذا كان هيملى الشيلز ولا لا. يعني ساعات يرسم لك خط، يعني انت لو خليت الاوبجكت فيل دي لا، تلاقي مش عامل لك كلر جوه الشيل. لذلك احنا دايما الاوبجكت ايدج دي مش هيرسم لك حتى الايدج بتاعت الاوبجكتس. الاكسترجن دي بيخليه يرسم لك البيمز والفريم في ال 3 دي بحجمها مش خطوط. تمام. الصف العمود الثاني ده في الاوبجكت بريزنت ان فيو، عايز تبين ايه في الناس. فطبعا هنا واضح ان كلهم ايه؟ عليهم كليك يعني يبان. فانا ساعات ايه اقول انا عايز ابين البيمز بس عشان ايه؟ عايز اعدي فيه. فممكن اروح شايل ده كله وابين البيمز او جماعات.
الصف اللي بعده كله واضح انه عن ليبلز، ليبلز هي الارقام او الاسماء، فانا عندي كل الاليمنتس بتترقم، فلو انا خليت اي حاجه من دول، يعني انا لو كليت على اريا ليبلز هيروح جايب لي ارقام الاريا اوبجكت، يعني خلي بس اريا ليبل وبوينت ليبل. اوكي، لاحظ هو عمل ايه. هتلاقي في مكان ما هنا كاتب لي اف 36 واف 39، فالاريا اللي تحت دي اسمها اف 36 والاريا اللي فوق اسمها اف 39، ده كاريا. وهتلاقيهم فوق كل نقطه كاتب لي دي نقطه 138 133 141 141. الحاجات دي بحتاجها لان ساعات بطلع الاوتبوت بالارقام دي، فببقى محتاج اعرف يعني لما يطلع لي النقطة 142 فيها فورس كذا، طب عايز 142 دي فين؟ بجيبها من هنا. تمام. إلى جانب كمان إن لو حصل وأثناء الرام إداني ورننج، بيديني ورننج على رقم الإيه؟ النقطة اللي هو فيها حاجة، فيها مشكلة. فبرضه ببقى محتاج أعرف النقطة فين عشان أخش أحل المشكلة. فساعات ببقى محتاج أعرض أرقام سواء النقط أو الأريا أو خلافه. فده كله، كل الصف ده او العمود ده كده خاص بالترقيم. نفس الحكايه، الحاجات ديت خاصه ببعض الاشياء اللي بتظهر على الشاشه برضه، زي ستوري ليبل يظهر لك كل ستوري ده نمره كام ودي موجوده، دايمنشن لاين ساعات انت بتعمل دايمنشن لاين، السبرينج يظهر ولا لا، السبورت يظهر ولا لا، هكذا. ساعات الحاجات دي بتحتاجها برضه. دي نفس الحكاية بس خاصة بالفريم، لو انت عامل ريليز لبعض الفريم، لو عامل بارشال فيكس تي، لو عامل ممكن تظهر اللي انت عايزه منه. واللي تحت ده بيظهر لك ال ال ديافرام اكستنت، الديافرام ده هنتكلم عنه بعد شوية، او الاريا المش اريا، لو انت عامل اوتوماتيك مش يظهر لك الاوتوماتيك مش ده شكله ايه، والاديشنال ماس لو انت ضايف ماس من عندك بيظهرها لك. فكل الفيو اوبشنز ديت خاصه باظهار بعض بيانات المنشا من عدمه حسب بقى حاجتك ليها، لان المنشا لما يبقى كومبليكيتد ما بتقدرش تظهر كل حاجه في وقت واحد، فبتظهر اللي انت عايزه في المرحله اللي انت شغال فيها. ده الفيو اوبشنز. يلي ذلك ان احنا نتكلم بقى عن القايمه ديسبلاي. قبل ما نتكلم عن ديسبلاي، او تعالى نتكلم عن ديسبلاي. ديسبلاي هتلاقي في ديسبلاي في انديفورمد شيب. ديسبلاي انديفورمد شيب دي معروفه، هي الحاله اللي احنا فيها دي، يعني لاظهار المنشا الاصلي تقدر تقول. تمام. التاني ده بيظهر لك الديفورمد شيب. ديفورمد شيب اللي هو شكل المنشا بعد ايه؟ بعد التشكل. تمام. او الديفليكشن يعني، او الالاستيك كيرف بتعبيركم. تمام. فلما تقول له وريني الديفورمد شيب هتلاقيه اداك الشاشه دي، هو بيسالك بس نتيجه انهي لود، ممكن تقول له مثلا نتيجه الوركينج. اوكي. و اوكي الكلام اللي مرسوم قدامك ده هو الديفورمد شيب، بدليل انك لو عملت كليك يمين على نقطه زي دي يديك الديفليكشن بتاعها ده، يعني النقطة دي أزيحت في اتجاه إكس 1/100 مللي، وفي اتجاه زد 2 مللي، والروتيشن في الصف اللي تحت. تمام. يبقى ده ممكن تظهر منه الديفورمد شيب، وده موجود في هذه الأيكون برضو في نفس الوقت اللي هي دي شو ديفورمد شيب. اللي بعده في الديسبلاي شو مود شيب. المود شيب دي هتعرفوها فيما بعد، هو الايكون موجوده هنا برضو خاصه بالديناميك اناليسيس، فدي مود نمبر 1 مثلا. مش باينه كويس برضو،
دي مود نمبر 1، دي بتبين الـ شكل المنشأ في حالة وجود دايناميك لود في المود الأولانية، ودي هتاخدوها في الداينامكس في النص الثاني إن شاء الله. ما هي المود شيب دي فيها جزء من التورشن، يعني هو المود شيب دي عبارة عن كومباينيشن من الترانسليشن والتورشن. المود 2 مثلا، بما ان انا بقى جبنا المودز، مود 2 هو طبعا بيحسب 12 مود. لا ده موضوع طويل بقى، يعني هننوه عنه واحنا بنتكلم. لو اتكلمنا عن الريسبونس سبيكترم، يعني لو اتكلم عن الريسبونس سبيكترم هنبقى نقول عنه ان شاء الله. دي المود الثالثة، واضح ان المود الثالثة كلها ايه؟ كلها تورشن، ودايما كده، دايما بيبقى فيه للمنشآت اثنين مود، ترانسليشن، والمود الثالثة بتبقى تورشن، ومود الترانسليشن عادة ما تحتوي على جزء تورشن برضه. فدي المود شيب يمكن نعرفها لما نتكلم عن ريسبونس سبيكترم. ثالث حاجة ده الممبر فورس. ممكن يظهر لك السبورت رياكشنز. فلو انت جيت هنا وقلت له السبورت رياكشن نتيجه مثلا وركينج لود، لو انت عايز تصمم الفاونديشن، واوكي، بس لازم بقى تنزل تحت تلاقيه رسمهم لك اهو. طبعا هم مش باينين بهذا الشكل. لو جيت هنا دول الثلاثه، ايه الثلاثه رياكشنز، لو وقفت على اي واحده منهم وعملت رايت كليك تلاقيه جاب لك الرياكشن في النقطه دي نتيجة ايه؟ نتيجة الوركينج لود كومباينيشن. يهمك الزد مش كده؟ لأن الزد هي الفيرتيكال اللي أنت بتصمم عليها عادة يعني. فالزد هنا حوالي 103 طن. لا، اللي كان من شوية ده اسمه المود شيب، حاجة خاصة بالديناميك. هنشوف بقى بعد شوية، هنتكلم عن الريسبونس سبيكترم ده، يمكن نعرف المود شيب احتمال يعني. تمام، بس هو مبدئيا، يعني مبدئيا المود شيب دي اركنها دلوقتي. فده الرياكشن حوالي 103 طن يمشي الحال. لو جبت عمود من النص هنا مثلا تلاقي ان الرياكشن عليه حوالي 1128 طن، يعني برضه في حاجات كويسه. ده ايه؟ ده لو انت عايز تظهر السبورت رياكشنز. في الديسبلاي برضو في نفس الشو ممبر فورس دي في فريم بير سباندر. تمام، فالفريم لو دخلت كده ممكن تقول له انا عايز مثلا ام 3 3، ام 3 3 ده اللي هو ايه؟ المومنت حوالين البرنسبال اكسس نتيجه الالتيميت لود، الالتيميت كومباينيشن. اوكي، بس طبعا هو مش هيجيب لك حاجه هنا لان مفيش حاجه اصلا هنا، بيمز او فريمز. الكلام ده عشان تعرفه تطلع فوق في الدور الاول كده تلاقي ده المومنت في مين؟ في البيمز اهو، باين الالتيميت مومنت في البيمز. نفس الحكايه لو جبت 3 دي فيو، او لو جبت حتى اليفيجن 3 دي هتلاقي الدنيا ملخبطه فيه، مش هتعرف تشوف حاجه، يعني باين برضو المومنت الى حد ما، لكن لو جبت الفيجن ممكن تحس بالمومنت في الاعمده اهو، المومنت في الاعمده بهذا الشكل. اعتقد الشكل ده انت عارفه كويس. تمام، فده لو انت عايز ترسم المومنت برضو بنفس الاسلوب. لو انت وقفت على اي ممبر يهمك وضغطت كليك يمين يجيب لك تفصيلة الممبر، يبقى المومنت الاصفر اللي تحت دوت او اللي فوق دوت 9.1 متر طن تقريبا، واللي الناحية التانية دوت حوالي 17.5 متر طن. خلي بالك احنا شغالين كيلو نيوتن، عشان كده بقسم على ايه؟ على 10. نعم، المومنت ده جاي من ان البلاطة او الكمرات بتتفاعل او بتشتغل مع العمود كانهم فريم. ما انت لو عندك تو هنجد فريم عباره عن كاميرا وعمودين وشغلته كفريم مع بعضه
بيطلع في النهايه في الكورنر ده نيجاتيف مومنت وبيتعكس على العمود. فهنا لانك انت دي ده عمود فيكسد في حاجه افقيه سواء كانت كاميرا او حتى البلاطه بتشتغل ككاميرا بعرضها، فبيطلع لك مومنت في العمود نتيجه الفيرتيكال لود من هذا المنطلق. لما تضيف اللاترال لود هيديك مومنت بقى ايه اكتر شويه، هيبقى اكتر من اللود. اللود الايه؟ لا لا مالناش دعوه، اصل انت لو مثلا ايه يعني اقول لك حاجه، يعني العمود ده كده مثلا كعمود، وان كنا احنا ده العمود ده فوق فهتلاقيه مش مناسب ليه الحكايه دي، في الماكسيمم مومنت فيه ايه؟ 173 ماشي. لو انت جيت قلت له وريني ديسبلاي الفريم ديت وقلت له وريني الاكسيال فورس، الاكسيال فورس في نفس العمود ده كام؟ 118، ففي 1180 يعني، فالمومنت كان 173 واللود 1180 الاكسيال لود. ما نعرفش بقى لما يجي له لاترال لود هيجي عليه كام، بس في النهايه بيبقى ايه اللود دايما اكتر اللي هو الكومبريشن، خصوصا في تحت، يمكن فوق ممكن يكون شبه بعض لان الكومبريشن بيبقى اقل، لكن تحت بيبقوا زي بعض، بيبقى الكومبريشن اكتر. فمن هنا لا ما انا اقول لك يعني انت لو جيت ديسبلاي للمومنت تاني مومنت ام 3 3، لما بتعمل كده بتلاقي ان بص خلي بالك ده ايه، ده واصل للاخر لكن ده مش واصل للاخر، ده دليل ان في بيم ملتقي معاه هنا. هو دايما بيجيب لك المومنت ات ذا اند اوف كولم مش في السنتر لاين، لان بنفس المنطق بتلاقي يعني انت لو جبنا بلان يمكن تبان اكتر انك تيجي في بلان زي ده وتبص في حته هنا، بص لاحظ ان المومنت ده منتهي هنا والمومنت ده بادئ هنا، امال الحته دي ايه؟ الحته دي العمود بتخانته. فهو وعليكم السلام ورحمه، فهو بيجيب لك المومنت فعند الايدج بتاعت الانترسكتد اليمنت، على اساس المومنت ده هو المومنت الحقيقي اللي بتصمم عليه. يعني انت حتى لما بتيجي تحسب المومنت وتطلع النيجاتيف مومنت فوق الكاميرا كده بتروح واخد حته كده اللي هي تمثل عرض العمود وتجيب المومنت في اخرها، بيطلع اقل من ايه؟ من اللي عند السبورت اللي هي البوينت سبورت بكتير. فهو بيديهولك مباشره من هذا المنطلق يعني. الجزء اللي فاضي ده هو المساحه اللي بيتقاطع فيها العمود مع الكاميرا. تمام؟ ايه تاني؟ في نفس ده هتلاقي في الشيل ستريس، لو قلنا رسم لنا مثلا ام 11 بتاعه الشيل هتلاقي رسمها لنا هنا شبه بتاعه مين؟ الساب وشبه بتاعه السيف برضه. تمام؟ دي المومنت في الشيل اليمنت ديت، وكل ما تنزل هتلاقيه راسم لك المومنت في كل الادوار بهذا الشكل. فمن خلال الديسبلاي بتقدر انك انت تتفرج على الحاجات ديت. هي لا بتتصمم طبعا باي اكسل على اسمها عليها مومنت سواء من الفيرتيكال او من اللاترال، وان كان المومنت من الفيرتيكال دايما يعني ما بناخدوش لو اللاترال مش افكتيف، بس عموما هي الطبيعي او المظبوط انها تصمم باي اكسيال مومنت مع الاكسيال مومنت، وهو طبعا الايتابس نفسه بيصممها كده، فيعني ما بيكبدناش هذه المشقه. الحاجه الثانيه لو جينا قلنا في الديسبلاي في حاجه اسمها شو تيبلز، شو تيبلز دي برضو مفيده جدا. شو تيبلز دي بتجيب لي انت عايز ايه في دول. فمثلا قول انا قلت انا عايز حتى فيما يتعلق بالداتا، يعني انت عارف انا ممكن اجي اقول له ايه، انا عايز الستوري داتا خلاص ماشي،
الستوري داتا دي داتا مش ريزلتس، بس انا عايزها تطلع في تيبل، عايز اطبعها اشوف الستوريز بتاعتي، مش كل ما اعرف ارتفاعات الستوري هخش اشوفها هنا. تمام. واقول مثلا ان انا عايز اعرف الاناليسز انبوت الرياكشنز مثلا، تمام، والفريم الكولم فورس، ماشي اوكي. هنا في سيلكت لود كيسز عايزها نتيجه الكيسز كلها، وسيلكت الكومبو عايزها نتيجه الكومبو كلها، تمام واوكي. طلع لك البوكس ده، هنا بتختار اللي انت من اللي انت اخترته، يعني في الستوري داتا، الستوري داتا اهي اهو، كل ستوري والهايت والاليفيجن والسيميلر لمين، تمام. عايز السبورت رياكشنز اهو كله عند البيز اهو، البوينت نمره كذا، نتيجه اللود الفلاني الرياكشن كذا، وهكذا كلهم، تمام، كل النقط نتيجه كل الايه اللودز. عايز الكولم فورسز اهو، ده الستوري والكولم واللود واللوكيشن، هو دايما في كل عمود بيديك المومنت في ثلاث اماكن، تحت وفوق وفي النص، تمام. فبتطلع ده كله ممكن من اديت هنا، اديت كان في هنا حاجه بتطلعه اكسل كوبي انتاير تيبل تقريبا، ممكن لو دخلت الاكسل هنا والكوبي دي ممكن اعمل له بيست هناك، لان انا فاكر ان كان في صراحه جه هنا، تمام، ممكن اعمل له كوبي واحطه في الاكسل لو انا عايز. فطبعا الحكايه دي تدفعني جدا في خصوصا فيما يتعلق بالايه بالكالكوليشن شيت، انا دايما بعمل كالكوليشن شيت، فكالكوليشن شيت بطلع الحاجات دي في الاكسل واوضبها بقى واعمل لها تايتل وكده واروح ايه طابعها. ده بالنسبه لايه للاوتبوت تيبلز اللي انا عايزها بجيبها بالطريقه دي. طبعا ممكن ان انا اعمل للسلكشن اونلي، ودي حاجه مفيده برضو، ساعات ابقى عايز حاجات معينه، يعني ممكن ان انا اجي ايه على الفيجن معين واروح جاي عامل سلكشن للاعمده دي وعايز النتائج بتاعتها بس، عشان انا مش عايز اتوه في وسط الايه، انا عايز الدور الارضي بس، تمام. فممكن اجي اقول له برضو بنفس الطريقه شو تيبلز واختار الحاجات دي ماشي، وبعدين سلكشن اونلي دي لو كده هيجيب كله، لو كده يبقى سلكشن اونلي فهيجيب لي الحاجات اللي انا مختارها بس، فتلاقي شوف دي اعمده كلها في الجراوند ده. فمن خلال الاوبشن ده الحقيقه بقدر اختار اللي انا عايزه واطلع النتائج اللي انا عايزها. ما انا بقول لك دايما في العمود وفي اي بيم في اي فريم اليمنت بيجيب نقطه في الاول ونقطه في الاخر ونقطه في النص، لذلك هو كل نقطه منهم حتى يعني لو تلاقي ده النقطه الاولانيه على بعد صفر اللي هي اول نقطه في العمود، النقطه الثانيه على بعد 1.15، النقطه الثانيه على 2.30. ليه 2.30؟ لان في 70 بيم، تمام، العمود كله طوله الصافي 2.30، ودي قيمه الفورسز عندك. لذلك هتلاقي مثلا اللود هنا 889، هنا 875. ليه؟ لان الفيرتيكال دي تساوي دي زائد وزن العمود لما نزل تحت، وهكذا. ديت الطريقه اللي يعني في الغالب دي معظم الاوامر اللي بستخدمها في اخراج النتائج، لان طبعا يعني لما اعمل اناليسز ببقى بعمله ليه؟ عشان اطلع نتائج، فلازم اكون عندي اليه معينه لتطليع النتائج. الحاقا على موضوع النتائج هنتكلم عن البيرز والسبندر، لان لو قلت لك دلوقتي مثلا يعني احنا لو جينا قلنا عايزين ديفليكشن نتيجه كيو دي باين ارثكويك لود، تمام، بس رجعنا ورا شويه يعني باينه باين حصل له ديفليكشن في الاتجاه.
لو جيت قلت له لو طلعت تاني عشان اوصل لمكان فيه حيطان اهو، وجيت قلت له انا عايز ديسبلاي دوت كده، ده المومنت. المومنت ده اللي في الأعمدة بس، ما حطش فيه ايه الكور دوت عليه مومنت قد ايه. ساعات ببقى عايز اعرف، حتى يمكن تقول لي لو انت يعني اشتغلت في الحكايه دي قبل كده، ما انا مش مختار لا بير ولا سبندرل. ماشي، مختارهم برضه مش جاب حاجه. ليه؟ لان هو ما يعرفش ان ده بير نمره كام ولا دي سبندرل. فدايما في الحيطان لازم اعمل اساين للولز كلها اللي انا عملتها كبيرز او كسبندرل عشان اعرف اطلع القيم بتاعه الاستريس او الفورسز عليها. كذلك برضه في الديزاين بيستخدم البير والسبندرل ديفينيشن. فممكن ان انا اجي هو ليه مش مبين الوولز؟ ما هو شو قول اصلا؟ هو ما احنا ما عملناش سيليكشن ولا حاجه. برضه احنا كنا ظاهرين كله. احنا خافينا حاجه؟ عشان يكونوا راحوا منا ولا حاجه. نبص عليهم في السي دي. هو ده الكلام اللي انت كنت لسه بتتكلم عنه. هم باينين فوق اهم زي الفل. طيب عموما برضو احنا هنيجي نعمل سيلكت باي وول ونختار الشير وول 250 و300 دول، ونعمل فيو سيلكشن اونلي. برضه مش مبين. تعالى طب نشوف حاجه سيكشنز برضه. استروجن ملوش دعوه، احنا بس بنعمل كده عشان ايه؟ اي داري ديفرنس بين اهم بينهم. طيب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نعرف بيرز وسبندرل. فهنيجي هنا على الاليمنتس دي، طبعا هناخد ده اول ستوري، وهنيجي على هذا ال ده كده. طبعا احنا ما اخترناش الفتحات لان الفتحات دي سبندرل، وانا هعرف دلوقتي مين البيرز. دول كده هعمل اساين، فيه في اساين شيل اريا بير ليبل او سبندر ليبل. فده بير هسميه بي 1. يبقى كل دول باسمهم ايه؟ بي 1. تمام. وهاجي على اللي قدامه وطبعا هي ليها ليبل، ليها ايكون هنا اللي هي دي، هسميه ايه؟ بي 2. ده بي 1 وده بي 2 اد نيو نيم، يبقى اصبح ده بي 1 وده بي 2. هاجي على ال دوت مش عارف ماله بيه، معكسنا ليه كده؟ طيب فهنعمل اساين لدوت وهنسميه بي 3. واد
ده كله كده بي بي 3. طبعا دي مش بي 3، هنجيبها في الاسباندر اللي بعد كده. لو نزلنا الادوار اللي تحت هنختار دول ودول وهنعمل اساين وهنسميه بي 4. بالمره نختار دوت ونعمل له سباندريل اس 4 تمام. لو سمحتوا يا جماعه بطلوا كلام. كذلك ده وده اسمهم اس 2 وده وده اسمهم اس 1 وده ليه ثلاثة اريا اي بان اسمهم اس 3. فهو بيجمع مجموعة الشيلز. طبعا ممكن لو جبت الفيو اوبشن وقلت لي وريني البير ليبلز والسبندر ليبل في نفس الوقت هتلاقي ان الامور شكلها كده. فانت عندك دي اس 4 ودول بي 4 وهكذا. الكلام ده كل بير بقى بي 1 دي كلها بيروح جاي مجمع النتائج بتاعه الشيلز المكونه ليها ويطلعها كوان يونت كانها اليمنت فريم اليمنت معين. فلو جيت هنا لاحظ ان احنا واحنا بنعمل البير والسبندرل الرام معموله لكنه سامح فيها بايه؟ بالتعديل، لان دي حاجه مش جوهريه عارف يعني مش هتاثر في الاناليسيس، وخصوصا ان هو ما بيسجلش نتائج البير والسبندرل، هو بيسجل نتائج الورد. فكون انك تقول له جمع لي دول في حاجه واحده هيجمعهم. فممكن ان انا اعدل البير والسبندرل وحتى والران معموله. لو جيت هنا وقلت له وريني بقى المومنت ام 3 3 نتيجه الكيو في كله، خلي بالك ان هو هنا نعم. ما انا بقول لك الاساين بتاع البير والسبندرل بيشتغلوا والرام معموله والاف مقفول وكل حاجه، بس هي دي بس. لا هو مقفول بدليل انه بيعرض لي نتائج، هو لو مفتوح ما يعرضليش النتائج تمام. ده ال مفتوح زي ما بيعرض النتائج ازاي؟ هتلاقي ان هو المومنت على البير باين اهو. يمكن لو جبنا الفيجن تاني يبان اكتر. طبعا لاحظ حاجه ان يعني احنا حتى لو جينا الشكل معلش اللي احنا، ودي نقطه مهمه على فكره دايما انتبه ليها وانت شغال، ما تلومش الكمبيوتر كتير. أمال تلوم مين؟ لوم نفسك. فلو جيت بصيت على الشكل ده قد تجد ان المومنت مش لوجيك. يعني لو انت مش شايفه ما انا عارف، ما انا عشان كده شكل لك الفيل اهو اعتقد كده يعني باين شويه.
طيب ماشي، اصل انا عايز، ما انا عايز اوريك الشكل كله. فهنا كده مثلا تحت في الحتة دي، يعني لاحظ ان المومنت عامل ايه، منتهي في حتة غريبة. يعني المفروض المومنت ده، خلي بالك المومنت عامل ازاي، المومنت فوق الناحية دي كده ناحية الشمال، وبعدين يبتدي ده يبقى ناحية اليمين. المفروض كان يكمل كده يكبر تحت، تمام. طب نعمل ايه؟ إذا ما كناش هنلومه نعمل ايه؟ نعمل له ران تاني. يعني واحنا الران تاني دي كأنها ايه؟ بتتحايل عليه. طب عشان خاطر والكمبيوتر ما عادش عشان خاطر هو يعمل ران تانية زي الأولانية. ها؟ طيب ماشي، احنا هنعتمد قول، هنعتمد قول كذا ماشي. لكن لو حد يقول قول انا متصور ان الحكايه ان احنا ما عرفناش الجيرز كويس، فاللي تحت دول ما تعرفوش تاريخ، فما جابش عليهم حاجه. فاحنا نعمل ايه؟ اه شوف، حتى بص اهي بي 1 بي 1 بي 1، ودول مش بي 1 ولا حاجه. فلذلك لو رحت انا معلمهم كده وقلت له اساين ليهم بي 1 بي يو بي 1، وريني يا عم المومنت، بس ظهر الحق، ظهر مومنت تحت. وان كان برضه المومنت اللي تحت ده مش هو اللي انا عايزه، لكن ده اللي حصل، تمام. لان برضو على فكره، لا ده ليه سبب اخر برضو خاص بتعرفه، ان انا ممكن اكون اخترت الدول وما اخترتش الايه الناحيه الثانيه. فعلشان نتخلص من الحكايه دي، فاحنا محتاجين نعيد الموضوع ده مره اخرى. تعالى برضو نعمل، احنا السليكشن موجود قائم مش كده، نعمل فيو 3 دي فيو، نخلي دوت 271 والإليفيجن 89 وده كفاية على 2 مش مشكلة. هيبان دلوقتي دي كأنه أنا باصص من فوق كده، فاختار ده كله واقول له ده كله ايه بي 1. شو سوري، ده دوت ما كانش بي 1، ده بي 3. معلش يعني ايه، سيبك من السبندر دلوقتي، هنشوف هنعمل لها برضو حركه زي دي كده. وده كده بي 4، احنا عرفنا دي بي 3. وده كده ماشي بي 1 وده كده بي 2. من نفس المنطلق هنجيب اي الفيجن زي ده ونحاول اهو كده كويس، معقول كلام معقول اهو. يعني بالماكسيمم فين؟ تحت، ده اللي احنا متوقعينه. فخلي بالك دايما لما تطلع معاك نتائج ما تقبلهاش، اولا ما تعرضهاش، يعني دايما الـ يعني ما هو الا هيبقى المهندس اللي شغال على البرنامج ده مش لازم، اذا كان البرنامج كل حاجه هيطلعها له هياخدها. فيجب انك تبص في النتائج اللي تشوف منطقيه ولا لا، ولو مش منطقي ساعات بتطلع مش منطقيه فعلا، لكن تعرف ليه. يعني النتائج حاجه من اثنين، يا اما تطلع كما انت متوقع شكل المومنت على الفريم عامل كده، عمال يعمل ايه مثلثات على الوول
عامل كده وكبير تحت، يا اما تطلع غير ما انت متوقع لكن يبقى فيه ايه بقى؟ تفسير. يعني على سبيل المثال في مساله لو حطينا الريتيننج وولز تحت هيطلع المومنت الماكسيمم في الدور الارضي وليس في الغرفه، بس نبقى احنا عارفين ان الريتيننج وول اللي بره دي سحبت الستيفنس والمومنت، فالمومنت في الجزء اللي تحت طلع كده. احنا فاهمين النقطه دي المنطقيه دي جت منين؟ الحاجة الثانية ان لو النتائج غير منطقية بص في طريقة ادخالك للبيانات او اخراجك للمخرجات يبان هي جامدة. ماشي يا شباب؟ طيب ده بالنسبة للبير والاسباندر. فالبير بيعامل معاملة كأنه هو فريم ايلمنت او كأنه ايلمنت واحد، والاسباندر برضه بيتعامل كأنه ايلمنت واحد. تمام؟ ده بالنسبة لايه؟ لاخراج النتائج. نفس الحكايه بقى لما اجي اقول له في الديسبلاي مثلا شو تيبلز، ممكن اقول له الاريا اوتبوت، الاريا فورسز، ماشي، واقول له اوكي. خلي بالك بياخد وقت اكتر في تجهيز النتائج لهذا السبب، ان هو في المرحله دي اصل الفريم اليمنتس النتائج بتاعتها جاهزه والجوينتس النتائج بتاعتها جاهزه، لكن البيرز النتائج بتاعتها مش جاهزه، النتائج بتاعتها هو بيجمعها من الاليمنتس المكونه ليها، فزي ما انت شايف كده تلاقيه بياخد وقت شويه. فده الاريا element forces، بس ده على فكره جايب لي الاليمنت بكل اريا element، هم متعددين ليه؟ لا قال البير بتيجي من حتة تانية شو تيبلز. دي الاريا اوتبوت، لا احنا مش اريا اوت، احنا عايزين وول اوتبوت. فدي البير فورسز، شفت بقى لو جينا هنا قلنا البير فورسز فدي البير فورسز، يعني لو احنا جينا في الدور التحتاني خالص الارضي او البيزمنت لو سمحتوا، هتلاقي مثلا نتيجه الكيو ديت في الجراوند البي 1 هو ده ايه؟ ده بي 3 وجايبهم مترتبين، هل ممكن نغير الترتيب؟ غير ماشي يعني، ماشي بي 2 يعني بي 1 بيفترض انها شبه بي 2، فبي 2 من الكيو جاي لها في البوتوم فورس 2220، طبعا ده من الكيو خلي بالك، لكن مثلا من الديد بي 2 الديد جاي لها 24140 يعني 2414 طن. تمام؟ لا 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 ما تتكلمش، هي الكيو دي كانت محطوطه كده بتتكلم عنها دلوقتي. فنتيجه الديد لود عليها 2414 اكسيال لود، نتيجة الكيو عليها 222 طن فيرتيكال لود، وعليها مومنت ام 3 كام بقى؟ هي فين؟ انهي فيهم؟ انا مش عارف. اللي هي ديت
عليها 2426 كيلو نيوتن، يعني حوالي 243 طن متر. طبعا قليل لان المنشا مش عالي قوي، ولاننا حاطين حوائط كتير فكل حيطه شايله شويه. المهم هي دي تقريبا كل ما يتعلق او معظم ما يتعلق بالاوتبوت بتاع النتائج وتعريف البيرز والسباندرل واظهار نتائجهم. طيب يبقى احنا هنتكلم دلوقتي عن ازاي ندخل لاترال لودز في الايتابس. الايتابس طبعا في معظم الاكواد العالميه طريقه الجنريشن بتاع اللاترال لود عن طريق، فدي من النقاط يعني مميزات الايتابس، ولذلك يعني الناس كلها بتستخدمها. حتى هنا لما نيجي نعمل ملف مثلا نروح نتراجع ولا حاجه، لو عملنا لي تابس نروح عاملينه مثلا بيو بي سي ولا حاجه، واللي بيراجع بيراجع بيو بي سي. اذا حبيت انك انت تعمل الكود المصري فانت مضطر انك انت تحسب اللودز وتحطها انت بايدك بقى في مزوار، لكن هو لو هتحسب اي كود من الاكواد الثانيه اللي موجوده في البرنامج ففي الحاله دي هو اللي بيحسب لك اللودز وبيوزعها على الاخبار بطريقه كده. ده فيما يتعلق بالسكويت وبالويند. هل انتم خدتوا فكره عن السكويت لود والويند لود؟ فين؟ طب سؤالين سؤالين معلش. الدكتور علاء اتكلم في الموضوع على كونتينر في يبقى اللي عرف كده هو اللي خد ديناميك السنه اللي فاتت. عموما الويند بيأثر على هيئه ايه؟ على هيئه لاترال لود. بيتحسب بمعادله معينه. تمام؟ هوريها لكم دلوقتي معاك. والارثكويت ليه ثلاث طرق لاعتباره. الطريقه الاولانيه اللي هي الايكويفالنت ستاتيك نود ميثود. الطريقه الثانيه اللي هي ريسبونس سبيكترم ميثود. الطريقه الثانيه اللي هي تايم هيستوري اناليسيس ميثود. عايزين نقول ان احنا هنتكلم دلوقتي عن تعريف الويند لود والارثكويك لود او اللاترال لود في الايتابس. قبل ما اعرف الويند لود او الارثكويك لود في الايتابس لازم اعرف حاجه اسمها الايه؟ الديافرامز. الديافرام يعني ايه الاول؟ هو بيفترض في المنشات العاليه تحت تاثير اللاترال لود ان البلاطه بتشتغل ام بليم از فيري ريجيد ديافرام. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي منشا زي ده في منسوب البلاطه دي، لو انا زقيت المنشا ده من اي مكان زقته، هل المكان اللي انا زقيته ده هو اللي هيتزق ولا المنشا كله يتزق؟ ليه المنشا كله؟ ده انا بزق الحته دي بس. لكن البلاطه دي مش هتسيب، يعني مش ممكن تقول لي بعد ما زقت المنشا هتبقى البلاطه دي تعمل كده. لا، البلاطه دي كده رشد جدا في اتجاهها، فبتخلي كل النقط يحصل لها ديسبيسمنت بطريقه ما، ان كلها تتحرك مع بعض. فانا ببقى عايز اعرف الريجيد ديافرام عشان اولا يعمل لي الخاصيه دي، ثانيا لما ادخل الويند لود او الويند لود يقدر يوزعني من الجرافيك في الاريا بتاع الديافرام دي او واجهه الديافرام، ولما اجي اعمل السكويد لود يعرف السيرفر ماس فين عشان ياثر بالنقط اللود عندي. تمام. الديافرام ده بيتعمل ببساطه جدا. لو انا جيت قلت له سيلكت مثلا وباي اول ليكن باي اول، واخترت السلاب 250 اللي هي السلاب بتاعتي اهي كده، اختار لي كل الايه؟ السلاب اريا اللي انا واخدها، ورحت قايل له الساين ديافرام اللي هي الايكون دي.
دايفرام واسميه دي وان ماشي. فهو عمل لي الاريا دي كلها از ريجيد دايفرام، بيعمل لي الاندكشن بتاعتي، والنقطه اللي في النص دي اللي متقابله عندها الشعاع دوت دي سنتر اوف ماس بتاع الشكل دوت. تمام. يعني وعلى اساس ان كل النقط دي، اصل خلي بالك ان هو معنى الدايفرام ده ايه؟ ان انا لو وصلت باي فورس ناترال على الشكل ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديسبليسمنت في اتجاه دوت، كلهم زي بعض، كل النقط دي هتتحرك في اتجاه الواي زي بعض، وهيتحركوا في اتجاه الاكس زي بعض، بس الحقيقه مش زي بعض بالظبط، هما هيخلفوا عن بعض الروتيشن، ان هيحصل الفلور ده روتيشن حوالين ايه؟ النقطه دي. فممكن ان المنشا ده يلف، بس مش يلف بحيث ان النقطه دي تطلع لفوق وتيجي فوق، لا ما دام طلعت لفوق يبقى دي ايه؟ هتنزل. فعشان كده هو بيعملها اشعه بحيث ان النقط دي كلها هتلف حوالين النقطه دي لو لفت، الى جانب ايه؟ الازاحه الافقيه في الاتجاهين. تمام؟ هتلاقي ان ده الديافرام باين فيهم كلهم. احنا فين؟ فيهم كلهم هتلاقي طبعا الديافرام ده مكانه مختلف، يعني لو طلعت في الادوار اللي هي فوق في التاور يعني لو طلعت في دول من دول تلاقي ممكن يكون مكانها اتغير شويه. طيب خلاص كده عرفنا الديافرام. ساعات على فكره الديافرام ده احنا عرفناه عن طريق الشيل، ده اللي انا بفضله لو مشي معاك، يعني ساعات بنعرفه عن طريق النقط، احنا بنختار نقط ونقول النقط دي في الديافرام. دي من ناحيه، من ناحيه تانية ساعات بنلجا ان احنا نعرف الديافرام لكل دور ديافرام، بس ده ما يعني ما بنعملهاش كتير الا في حالات كومبليكيتد قوي، فدايما انا بختار الشيلز كلها واعرفها ان وان ديافرام من تحت لفوق، لان هو بيعتبر الديافرام ده بيتغير في كل ايه؟ زد اليفيجن. فده طريقه تعريف الديافرام. بعد كده ببتدي اعرف اللود كيسز اللاترال اللي عندي. فبخش على ديفاين ستاتيك لود كيس كيو دي نشيلها، بنيجي برضو نقول له عايزين نضيف لود نوعه ايه؟ كويك، ولا نخش كويك الاول ماشي كويك وهنسميه ايه؟ كيو اكس مثلا، دايرس كويك في اتجاه اكس. الاوتو لاترال لود هتختار بقى حاجه من دول، دول الاكواد المتاحه في الايه؟ في الايتابس. طبعا قد تختلف من فيرجن لفيرجن، وطبعا دايما في معظم اجزاء العالم اللي ما فيهاش اكواد بيستخدم اليو بي سي 97 ده لغايه دلوقتي. يعني طبعا الناس الجامده اللي ليها اكواد زينا كده بيستخدموا الكود المحلي بتاعهم، لكن اللي ما لهمش بيستخدم اليو بي سي. حتى تلاقي في اليو بي سي مثلا تلاقي في الصفحه الاخرانيه يو بي سي ده اليونيفورم بيلدنج كود، اللي هو الكود الامريكي للاحمال. تمام. تلاقي في الصفحه الاخيره منه كاتب بقى ان احنا نيوزيلندا تعتبر مثلا زون واحد ايه في الزلازل، والامارات تعتبر زون واحد بي، ومش عارف بلد ايه، البلاد اللي هي بقى ايه بتستخدم اليو بي سي اللي ملهاش كود محلي. فاليو بي سي 97 بيستخدم في معظمها. اد نيو لود يبقى ده اليو بي سي، يبقى انا هحسب كيو اكس نتيجه اليو بي سي. احط كمان كيو واي بالمره وقت. يبقى انا قلت له يحسب لي ارثكويك في اتجاهين كيو اكس وكيو واي نتيجه يو بي سي، بس لسه ما قلتلوش، انا بس خدت الايه؟ الاسامي. بخش بقى هنا في الموديفاي لاترال لود اهو،
كليم الديني ده بيكلمني عن البارامترز بتاعت اليو بي سي. ما انا عشان اعمل لود بالكود بتاع اليو بي سي زي المعادله بتاعت الكود المصري كده لازم ادخل له زون وادخل له ستراكشر تايب وادخل له، فهو بيسالني على الحاجات دي. فاول حاجه الدايركشنز في الاكس دايركشن، ماشي خليه في الاكس دايركشن لان احنا بتحسب كيو اكس. ايه تاني؟ التايم بيريود، هو بيحسب التايم بيريود بمعادله، فالمعادله دي لو انا هحسبه بيها بيبقى الفاكتور ده بوينت او 2 لو هو كونكريت ستراكشر، لان المعادله دي عباره عن حاجه اسمها سي تي في الارتفاع اس 3 ارباع، فسي تي دوت طبقا لنوع المنشا بيتغير. ده موجود ليه برضه تيبل في الكود الامريكي، خش بس احنا في معظم الاحوال في الكونكريت ستراكشر بندخله بوينت او 2. هو هيحسب اللود من الروف توب للبيز، ماشي صح احنا عايزين كده. الاوفر سترينس فاكتور اللي هو ار ده، ده فاكتور اللي هو مناظر عندنا هنا لكي بتاع الاستراكشر تايب. فال 8.5 دي بتاعت الستيل ريزيستنج، الستيل لاترال لود ريزيستنج فريم. فاحنا في الخرسانه بناخدها 5.5 او 4.5 على خلاف، يعني المفروض ان لو هو كونكريت فريمز بتاخد 5.5، لو هو شير وولز بتاخد 4.5، لان المنشأ عندنا بيبقى من الاثنين فبناخد 5.5. وبعدين لما نروح لحد يراجع المنشأ يقول لنا اعملوه 4.5 لان الفاكتور ده في المقام، فكل ما بيقل الفاكتور كل ما الفرص بتزيد، فلذلك 4.5 بتدي فرص اكبر. فسيان بقى دي مساله ايه هتخضع للكيس، فنخليها 4.5 اللي هي الحاله الايه القصوى اللي عندنا للكومبليت ستراكشر. الناحيه الثانيه هتلاقي السويل تايب، فالسويل تايب برضو يا اما اس اي اس بي اس سي اس بي اس بي. المفروض السويل تايب ده بيجي لك في الايه؟ في ال بتطلبه من بتاع السويل ريم. في الكود الامريكي المطلوب. المعادله بتاعت اليو بي سي هتلاقي انها عباره عن اس في اي على ار كده بيه. فبتلاقي ار دوت تحت. يعني ما تفرقش، ما احنا ممكن ان احنا نعتبر ان كده يساوي واحد على ار. وخلاص كده بيدور لنا هنا هو واحد على ار هنا. يعني تحويله. تمام؟ بس هو في المعادله بتاعتهم في المقام. فلذلك كل ما بيصغر كل ما الفرص بتكبر. السويل تايب ده قلنا حسب السويل تايب، وفي جدول برضه في اليو بي سي بيحدد كل سويل شكلها ايه اخر فوت تاني. الزون فاكتور دوت برضه في خريطه لامريكا بتحدد اماكن الزونز ديت، فاحنا هناخده بوينت 2 اعتقد انه يبقى مناسب عندنا، بوينت 2 او بوينت 1.5 مناسب ليه. الامبورتنس فاكتور اللي في الاخر ده واحد، هو واحد اللي احنا بنستخدمه. خلاص اوكي. تخش على كيو واي برضو موديفاي اللاترال لود وتغير نفس التغيرات، تخلي بقى في الواي دايركشن المره دي ونفس الحاجات اللي غيرتها، ده بوينت او 2 ودوت 4.5 ودوت بوينت 2. ويبقى انت كده فهمته يحسب الاسكويك في اتجاهين. تعالى نعرف ويند لود. اتفضل. لا 4.5 زي ما قلنا استراكشرال تايب، استراكشرال سيستم ملوش دعوه، لو ستيل لو شير وولز لو فريمز لو بيرنج وول لو سموتوك سيستم زي بالظبط الجدول بتاعنا بتاع الكيتل من جدول لار. لو تحب اقول لكم ملخص لليو بي سي للي عايز حتى خليه معاك.
احتياطي يعني. نعم عندي بيبسي. نعم البوينت او 2 ما احنا قلنا البوينت او 2 ديت هو بيحسب التي. ما انت عندك السي دوت فانكشن في تي فلازم يحسب تي التي بتاعه الفاريبل بتاع الاستراكشر بصفه مبدئيه فبيحسبها معادله. المعادله دي عباره عن ان تي يساوي سي كونستانت في اتش اس 3 4 فالكونستانت ده برضه بيحسبه بناء على نوع الاستراكشر فهو في حاله الكومبليت استراكشر بيتاخد بوينت او فده ثابت لحساب التايم فيريوت بتاع المنشا. طبعا ما في الكود المصري في طريقه اللي هي بوينت 1 ان وفي طريقه ثانيه اللي هي معتمده على اتش وبي في معادلتين كده يقول لك يا اما تاخد بوينت 1 ان لو هو شيء وول استراكشر ولو فريمز بيتاخد معادله كده في بي واتش فنفس الموضوع برضه نفس الحكايه بتحسب كده. لو حبينا نعرف ويند فلو قلنا عندنا دبليو اكس ده بقى ويند اهو ويند 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 هناخده بانهي كود؟ ممكن برضه ناخده باليو بي سي 97 واد ودبليو واي باليو بي سي 97 واد نخش برضه في دبليو اكس هتلاقي ان هو اول حاجه اكسبوجر فروم اكستنس اوف ريجيد ديافرامز يعني هيجيب المساحه المعرضه من حدود الديافرامز ماشي احنا عاملين ديافرامز عشان كده. تاني حاجه هتلاقي الويند دايركشن انجل زيرو يعني في اتجاه اكس ماشي ما هو ده دبليو اكس والويند رو الويند وورد والجي وورد دول هم البريشر والستراكشر والهايت المعرض من الروف توب لغايه الجراوند المفروض البيزمنت مش معرضه للويند تمام لانها فوق الارض لانها تحت الارض تمام الويند سبيد دي اللي حسب المنطقه اللي انا فيها فمعرفش احنا هنا مناسب كام 70 حلو عندنا ماشي 70 المهم انت بتبص في الجدول وتشوف الاكسبوجر تايب بي في الحقيقه نوعين من ثلاث انواع من الاكسبوجر تايب في الويند في اليو بي سي اي وبي سي اي وبي سي بيعتمدوا على المكان اللي فيه المنشا والمباني القريبه منه فهتلاقي السي بي ديت مناسبه لمعظم الاحيان لو انت عندك منشا في المدينه والمباني المحيطه بيه قصيره لان لو المباني المحيطه بيه طويله قريبه منه بيبقى الاكسبوجر اقل شويه ولو هو على البحر او معرض للرياح بطريقه اكبر بيبقى سي فاحنا هناخده بيه اللي هو ايه؟ المتوسط. اتفضل يا فندم. لا دي بتستخدم وكان في طريقه ثالثه انا ما اعرفش ديت هيقول لي ايه فيها بس مش متاكد بصراحه ديت هتتقال فيها ايه بس هو كان في طريقه اصل لا ده انا بتكلم عن دي سوري ديت دي طريقه يدوي بتدخل له كل دور العرض تاني لكن هي دايما الطريقه المعتمده اللي احنا بنشتغل بيها هي موضوع الريجيد ديفرنس دي في اتجاه اكس في اتجاه واي برضو ايه اللي احنا غيرناه الزاويه دي بقى ب 90 لاننا بنتكلم في اتجاه واي ودي برضو بيت جراوند اوكي يبقى احنا كده عرفنا الارثكويك في تو دايركشنز والويند في دايركشنز اليو بي سي اما بالكود بتاعك بقى انت هتضطر انك تحسب بالمعادله وتحسب اللود في كل دور وتحطه بقى كبوينت لود. تمام.
ممكن طبعا في جدول ممكن يكونوا ادوات. لا دي للديافرامز. طبعا ايوه سوري. لا ما انت لو جيت هنا وقلت من غير كود نون يوزر ديفايند هيديك فرصه انك تعرف. ده حسب الكود اللي انت عايز حسب الكود اللي لو يعني لو انت عايز تستخدم الكود المصري فانت مضطر تستخدم يوزر ديفايند عشان تدخل اليوزر نيم. لكن لو انت فاليد انك انت تستخدم يو بي سي او بي اس او اي كود تستخدم. طيب كده يبقى احنا عرفنا الايه عرفنا الليترال لود. نقدر نعمل دلوقتي ران. استنى النتائج بقى الناتجه من الليترال لودز زي الفيرتيكال لودز بالظبط مع الفارق بقى. يعني انت حتى لو جبت الديفورمد شيب نتيجه كيو اكس نتيجة كيو اكس احنا هنا في الدور نقول تعالى نطلع على الروف. احنا في الدور ال 13 للروف. ال الديفليكشن هنا نتيجة كيو اكس في اتجاه اكس طالع كام؟ حد يقول لي يعني حوالي 10 سم يبقى في ديسبليسمنت نتيجه سكوير اتجاه اكس طالع 10 سم. خلي الحاجات دي معاك. طيب ونتيجه كيو واي طالع حوالي 10 برضه 10 ونص ولا كام؟ لا سوري ايوه طالع 8 سم ماشي حوالي 8 سم. نتيجة دبليو اكس طالع كام؟ حاجة صغيرة اوي 8 مللي. نتيجة دبليو واي حوالي 1.2 سم. تمام يبقى دوت الايه اللاترال دريفت. التوب دريفت ده طبعا ليه قواعد في الويند ما يقلش او ما يزيدش عن اتش على 500. احنا عندنا المنشا ده كان ارتفاع حوالي 60 متر ف 60 متر ماشي 60 متر ف 60 على 500 يطلع مطلوب ماشي 58 على 500 يطلع الديفليكشن المسموح به في الارثكويات. القيمه دي بترتفع الى اتش على 200 مسموح بها في الارثكويات. فلو عندك الارتفاع المنشأ دوت 58 متر يبقى اتش على 200 حوالي 29 سم. فانت مسموح لك لغايه 29 سم. احنا كان الديفليكشن عندنا 10 سم تقريبا فهو في المسموح. تمام. فده من ناحيه الايه؟ في حاجه مهمه برضو جدا فيما يختص بالحكايه ديت. لو انا قلت له كيو اكس فهو جاب لي شكل الديفليكشن. سوري. ديفورمد شيب كان في هنا
لو جيت خدت اي نقطه وعملت كليك بيجيب لي النقطه دي الديسبليسم بتاعها كام. في بطن تحت مكتوب عليه اللاترال دريفت. الحين اللاترال دريفت ده مهم جدا. اللاترال دريفت ده اسمه بيسموه الانتر ستوري دريفت، اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن ديفليكشن ات التوب ليفل ناقص الديفليكشن ات بوتوم ليفل على اتش. تمام؟ لان ده هو اللي تقريبا بيتحكم في الشير بتاع العميل. ويمكن في الامسكويت ما تلاقيش معظم الاكواد فيها ليميت لللاترال دريفت. انا محدش يقول لك التوب دريفت كام، مش مهم، بس بيهتموا جدا بالايه؟ بالانترستوري دريفت. فتلاقي طبعا نتيجه ان منشانا بسيط تلاقي الانترستوري دريفت ده برضه حاجه بسيطه. وهنا الكود المصري محدده بخمسه في الالف ماكسيمم، مش كده؟ ده ستوري انتر، بيسموه الانتر ستوري دريفت. ها؟ احنا كنا في الديفورمد شيب وجبنا نقطة معينة فظهر لنا البطن. فهتلاقي ان الانترستوري دريفت عندك واحد من 1000 في الروف، واحد من 1000 هي في 15، 1.7 من 1000 وهكذا. هتلاقي اقصى قيمة ليه 2.25 في 1000. فهو وزن المسموح اللي هو 5 في 1000 بيقول لك كل مصر. طبعا لو طلع حاجه من دول اكثر من 5 بتعمل ايه؟ تزود حاجه تزود لك الثيكنس. يعني تزود مثلا الحيطه اللي انت عاملها 25 سم دي خليها 30 مثلا، ممكن انها تحل لك المشكله دي. او تحط بيمز، ساعات بيتحط بيمز تشتغل كده زي الاوتريجرز. دي كلها علاجات للدريفت، يعني لو عندك مشكله في الدريفت بيتعالج كده. الحاجة الثانية الفورسز بنفس الطريقة اللي انت طلعت بيها. يعني انت لو جيت هنا قلت انا عايز الفريم فورس نتيجة كيو واي مثلا، طبعا ما تبانش الا لو جبت اليفيجن. حاجة زي كده هتلاقي انه واضح هنا ان عندك عامل لك مومنت على الكورة اهو، اعتقد انه باين، اللي هو باين اصفر من هنا ده، الماكسيموم تحت وطالع فوق بهذا الشكل. ده نفس الحكاية، ده نفس الحكاية. تمام؟ طبعا لو عملت رايت كليك هنا يقول لي ان ده بي 2 وان المومنت ده مومنت الاول دوت ام 33، وان المومنت من فوق 5892 متر طن، سوري متر طن 5892، ومن تحت 6741 قول متر طن. فدوت المومنت اللي في بي 2 في الجراوند نتيجة الايه؟ اللاترال لود. طبعا لو جبت عمود من دول تلاقي عليه مومنت، بس هتلاقي ايه؟ حاجة صغيرة خالص، لأن الكورز والشير وولز سحبة كل اللاترال لود من الأعمدة. فده برضه لو أنت عايز، لو أنت عايز تعمل أوت بوت تيبل بنفس الطريقة، بتعمل أوت بوت تيبل وبتختار اللي أنت عايزه يطلعهم لك كأرقام تحلها او تستخدمها. تمام؟ ده فيما يتعلق بالموديلنج اوف لاترال لودز في الايتابس.